قالوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سالني يا اخي شلون ندرب التشكيل 4-4-2 كل فريق يريد يدرب، شنو احسن طريقه لتدريب 4-4-2؟ بسيطه يعني، طريقه ما اقصد بها طريقه كامله، لا طريقه تدريب بسيطه جدا. اولا يعني درب الفريق على الشكل الدفاعي، هذا 4-4-2 شكل، فريق يدافع بهذا الشكل. انا اعرف مثلا اتكلم عن اي شيء، قد تقول لي هذا تشكيل، لا هذا شكل الفريق، اريد الفريق في بعض الاحيان يدافع بهذا الشكل. دربه مو تخلي بالصبوره، دربه سوي له تدريب ثم درب هذا الشكل الدفاعي. تنتبه الكلمتي الشكل الدفاعي، الفريق يحتاج بعض الأحيان أن يدافع بهذا الشكل. وأخيرا دربوا هذا الشكل الدفاعي، الفريق يحتاج أغلب المباراة للدفاع بهذا الشكل، فابدأ بشكل دفاعي هذا مقارب للتشكيل، فهذا الشكل الدفاعي الأول، هذا الشكل الدفاعي الثاني، هذا الشكل الدفاعي النهائي والأخير. هذا يعتمد على الـ 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 ما يعرف به شكل الفريق الخصم في ساحته. انتهى الموضوع، ما أريد أطيل، هاي محاضرات مهمة لكن أنا أختصرها. ثم درب الفريق شكل الهجومي، هسه احنا في ساحة المنافس، شوف أنا واقف وراهم، شوف الحارس مرمى زين، دربه انتبهوا اخواني، مو تحط هذه الخطوط وعلامات، دربه شلون تخلق له او تستحدث في هذا التدريب، افهم زين، يعني ما اقول حط الشكل هذا ثم هذا عليك ان تدربه، شوف 2-4 متقاربين 4 مفتوحين، دربه شكل الفريق الهجومي، وهذا دربه 2-2-3-3، دربه لازم تستحدث تدريب لهذا الشكل، وأخيرا هذا الشكل الهجومي. انتهى الموضوع، هاي هي يسموها أحسن طريقة تدريبية لأربعة أربعة اثنين. نرجع، هذا دربه وذاك دربه وهذا دربه وذاك دربه وهذا دربه وذاك دربه، صير مدرب زين، صير مدرب تكتيكي عالي. هذه أفكار مدربين وليست بدع، هذا أعمال تمت في مع فرق راقية جدا جدا جدا، ونوقشت في مؤتمر، وكان المختصر مالها أنه أنت بإمكانك أن تستحدث ما تريد حسب وضعية الفرق اللي أنت راصتها المنافسة. فهذا الشيء ينطبق على 4-2-3-1، 4-3-2-1، 4-3-3، دربه لا تتكلم عنه فقط وإنما دربه. فالمشكلة هنا في المدرب، كيف يدرب هذا الشكل؟ يدرب بدون خصم ثم يضع خصم أم فقط جمل بسيطة؟ ما هو نوع التدريب؟ يعتمد على فلسفة المدرب. أنا أقول هذا أتكلم بدقيقتين ثلاثة للاعبين وأطبق بالساحة تدريب، لازم أطبق تدريب. أحسن أنواع التدريب هو تضع كرة هنا ويحدث الضغط على الكرة، تغير مكان كرة يحدث الضغط على الكرة، تغير مكان كرة اليسار يحدث الضغط على الكرة، يحدث الضغط على الكرة أي أنه تستخدم ما يعرف في التكتيك أسلوب الديفند توورد ذا بول، ديفند أورينتد توورد ذا بول. هذا المصطلح لازم تعرفه حتى تكون مدرب حديث وناجح إن شاء الله. كلكم ناجحين وأحسن من عندنا، أتمنى لكم الموفقية. دائما تكلم باختصار مع التدريبات التي تتعلق بتشكيل وشكل الفريق. شكرا جزيلا، أنا موفق المدرب.